هي أول امرأة تشغل منصب والي ببلادنا. زينب العدوي عينها جلالة الملك محمد السادس واليا لجهة الغرب شراردة بن يحسن وعاملا لإقليم القنيطرة من مواليد 2 أبريل من العام 1900 بالجديدة. لأول مرة في تاريخ المؤسسات المغربي تعين سيدة في هذا المنصب الهام، وهي إشارة قوية ودالة لصاحب الجلالة للمكانة التي يبتغيها للمرأة المغربية. شغلت منذ العام 2004 منصب رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، وهي اليوم على رأس جهة غنية فلاحيا وواعدة صناعيا. هذا التعيين سيمكنني